بارالل بين جروب وجروب، هنا جروب وجروب مشيناهم مع بارالل انترفينشن كنترول مشيناهم على بعض. هسه لما احنا حكينا عن هاي الدايجرام او الفيجر الى اخره شرحناها، هي فيجر 10.1. اوكي، هلا اول ستيب نختار التشويس اوف انترفينشن. حكينا الانترفينشن ممكن يكون بلاسيبو، ممكن يكون الجول ستاندردز، ممكن يكون نفس الميديكيشن ديفرنت دوزج فورم منه او ديفرنت سترينث الى اخره. فهاي هي عمليه التشويس اوف انترفينشن. اوكي، فالانترفينشن ممكن يكون كومبينيشن اوف انترفينشن، صح؟ ممكن نحكي انه زي كيف مثلا نستخدم الاتش اي في، مثلا بيستخدموا له تريبل كوادربل ثيرابي، او احيانا الاراديكيشن الاتش بايلوري ممكن نستخدم منها ملتي ريجيمن، ملتي دراج ريجيمن، صح ولا لا؟ او حتى احيانا بالكيموثيرابي لما يستخدموا سايكل معينه من مثلا اي سي او مثلا ارتشوب او وات ايفر بيستخدموها في علاج الكانسرز، فممكن تكون كومبينيشن اوف دراج، صح ولا لا؟ طيب طب احنا بهاي الحاله شو بدنا نروح؟ بدنا دائما باختيارنا للانترفينشن تو بالانس بين الافيكاسي اند السيفتي. اوكي، انه نختار الانترفينشنز انه احنا بدنا نحاول نطلع الافيكاسي له والسيفتي، وهذا بيعتمد على الانترفينشن وعلى الكونديشن بينج ستاديد. اوكي طيب خلينا نمشي عن هاي الاشياء. احنا بعطينا مثال على كيف احيانا ممكن نستخدم several doses، مثلا الريلوكسفين ممكن نستخدم منه 16 و 120 ميلي جرام الى اخره. ممكن الاكتيف دراج تو بي تايتريتد، زي احيانا نستخدم الكورتيكوسترويدز او نستخدم بيتا بلوكرز انه بنعمل تايتريشن للدوز، فممكن نبلش بدوز صغيره نعمل تايتريشن قبل الدوز. فبحكينا الانترفينشن والكنترول كود بي ديفرنت سيناريوز، مش شرط انه نحن بنستخدم فيكس دوز او سنجل دراج ونقارنه بالبلاسيبو اللي هو بيكون نو اكتيف دراج. ممكن نقارن مالتيبل دوزز، نقارنها بجولد ستاندرد، ممكن بلاسيبو، ممكن سيرجري نقارنها بنو سيرجري. فالانترفينشن كود بي اني بوسيبيليتيز والكنترول كود بي اني بوسيبيليتيز. اوكي، هاي هي الخلاصه منها. فاحيانا ممكن يكون سنجل انترفينشن كومباينيشن اوف دراجز اور ثيرابي، او ممكن يكون simple intervention هو single drug fixed dose مقارنة بإيش؟ بلاسيبو. هاي هي simplest design. okay، then هو simple medication one drug fixed dose بنبلش فيها وparallel design بنقارنه ببلاسيبو. هاي هي إيش؟ simplest scenario اللي ممكن تكون. طيب choice of control، زي ما حكيت لكم control ممكن يكون no active treatment، وبالريكورد شرح لكم عن البلايندينج، بس احنا دائما بهمنا انه عمليه الكنترول اهم شيء من الاشياء اللي بتهمنا في الاستاديز انه يكون بلايندينج. ليش بلايندينج؟ البلايندينج لانه بيهمنا طبيعه البايس، اللي هو مثلا ممكن يكون عندنا شيء اسمه بيرفورمانس بايس او ميجرمنت بايس. انا ك ريسيرشر عارف من الانترفينشن، عارف من الكنترول، بهاي الحاله ممكن يكون عندي عمليه الميجرمنت تكون فيها بايس، او انه إليست الساينز والسيمتومز اللي تظهر على المريض افسرها بطريقه ديفرنت عن الناس اللي بالكنترول. ليش؟ اني انا عارف من الكنترول ومن الانترفينشن، فممكن اللي تو بايس. عاده هدف الكنترول، الكنترول يكون يخلي لنا التو جروبس بيشبهوا بعض 100% except for the treatment، except for the active ingredient اللي موجوده وين؟ بالتريتمنت. فهيك البلاسيبو هدفه حتى تؤليمينيت البلاسيبو افكت، اوكي، اوف ذا اكتيف انترفينشن. اوكي، فاحنا من مرضى الانترفينشن وبالكنترول عم باخذوا، هون باخذ ميديكيشن حبه دواء لونها زهري شكلها بيضاوي فيها خط بالنص، والكنترول باخذ حبه دواء لونها زهري شكلها بيضاوي فيها خط بالنص، اذا بيشبهوا بعض. التيست لهم لازم نفس الشيء، السميل لهم نفس الشيء، بيشبهوا بعض 100%. حتى الانترفينشن والكنترول they are blinded to which is intervention to which is control، وبالتالي any psychological effect any co-intervention along the follow-up will be eliminated. يعني تخيلوا احنا الكنترول عارف حاله انه باخذ حبه دواء فاضي، وعارف انه الانترفينشن باخذه كالسيوم، ومع الوقت عارف انه الكالسيوم منيح للاوستيوبوروسيس،
بصير الكنترول بيحكي أنا بنحرم من الميديكيشن وما باخذه، خليني أصير أخذ كالسيوم. فبهاي الحالة صار عندنا كو انترفينشن. طب إن شاء الله تاني ممكن يحكي أنا خليني أحسن بالدايت تاعي. أوكي أنا مش عم باخذ الميديكيشن، دلوقتي عم باخذ الكالسيوم، أنا مش عم باخذ الكالسيوم، خليني أصير أشرب حليب كتير، دايت تاعتي تختلف، أقلل من الكليتينج ايجنز أو من الأشياء اللي عم بتأثر بالبون ميرور دنسيتي عندي، وخليني أخذ ميديكيشنز منها تفيدني. فبهاي الحالة صار عندنا إيش بيرفورمانس بايس، صح؟ صاروا يشتغلوا الجروبين ديفرنت بين البلايندد والنون بلايندد، اللي بين إذا كانت هي أن بلايندد والسبجكت they know which is which. أوكي فبهاي الحالة إحنا بدنا هدفنا بالكنترول يكون إنه عنا بلاسيبو ايدنتيكال لا إيش لا الانترفينشن بطريقة إنه we guarantee the blinding. مع الوقت أحياناً السبجكت بصير عنا degree of unblinding، يعني تخيل عملنا حد الدواء لونها زهري مثلاً نفس الشكل نفس الحجم نفس الاسم إلى آخره، لكن اللي بأخذ الانترفينشن صار يحس بمرض، اوكي، واللي باخذ الكنترول ما بيحسوا بمرار، بصير يحكوا اه احنا اللي حاسين بمرار شكلنا احنا ايش الانترفينشن، بيحكوا احنا مش حاسين بمرار شكلنا احنا كنترول. فعن وقت ديلين يعني ديلين باي تايم انه مين انترفينشن. فبنسالهم بهذا بتعتقد انت انترفينشن ولا كنترول، تعتقد انه الناس اللي اخذوا جروب اي هم انترفينشن ولا جروب بي كنترول. هون بنحكي شيء ديجري اوف ان بلايندينج، هذا حكيت لكم اياه في الريكورد. اوكي فاحنا احيانا بتكون هدفنا في عمليه البلايندينج حتى نقمي البايسز، هدفنا بجوز الكنترول نشيل البايس، لكن هاوفر سام تايمز انه ما بصير نقدر نعمل بلايندينج. البلاسيبو ممكن نعمل سيرجري والبلاسيبو لا سيرجري، فبهاي الحاله احيانا ما بنقدر نعمل بلايندينج، فاحيانا بلايندينج از امبوسيبل. هل احنا نلغي التجربه؟ لا، نعمل التجربه بس ننتبه للديس ادفانتج اللي صارت عندنا، وي ريبورت اند وي منشن انه في عندنا صار ديس ادفانتج. اوكي ف الكور انترفينشنز، الكور انترفينشنز زي ما حكيت لكم مرضى بيمشوا على كلاسيوم مرضى بيمشوا على بلاسيبو، فشو بصيروا خلال الفولو اب؟ ممكن يلعبوا رياضة، ممكن يغيروا الدايت، فأي شيء خلال الفولو أب اللي ممكن يأثر على الأوتكم other than the intervention شو بنحكي له؟ co-intervention. أوكي؟ طبعاً non-inferiority studies والreference trial هدول المحكيات والشابتر إنجاش حكينا عنهم already بالشابتر، هلا راح نروح نحكي عنهم شوي. هسه بنحكي على choosing the outcome. عندنا انتوا اخذتوها هاي اعتقد بالفورمات ايكونومكس، اخذتوا بالمصادر شو يعني اوتكمز وشو تعريف الاوتكمز، واخذتوا بالفورمات ايكونوميك الايكو موديل ايكونوميك كلينيكال هيومانيستيك اوتكمز تذكروها اخذتوها. بعدين اخذنا شو انواع الاوتكمز، ممكن يكون عندنا برايمري اوتكم او سكندري اوتكم، سكندري اوتكم لها اسماء ثانيه، ممكن انترميديت اوتكم، ممكن تكون او نحكي لها سوريجيت اوتكم. البرايمري اوتكم هو الاوتكم نفسه، يعني حياة، وفاة، إصابة بستروك، إصابة بهارت فيلر، أشياء البرايمري، أوكي؟ إصابة بإنفكشن، عدم إصابة بإنفكشن، إلى آخره. هاي إيش اسمها؟ برايمري أوتكم. وهي عبارة إحنا اللي بنحكي عنها بالكلينيكال ستاديز، إذا إحنا بنحكي على كلينيكال أوتكمز، طبيعتها برايمري أوتكم. How many lives saved, how many mortality, قديش نصاب بهايبرتنشن، إلى آخره. هاي بنحكي عنها برايمري أوتكم. السكندري اوتكم هي عبارة عن الاوتكمز اللي انا يعني لما احكي واحد عنده اتش اي في، اتش اي في اتس ان برايمري اوتكم، اصابة باتش اي في اتس ان اوتكم. طب انا بدي اشوف لما اجي اعطيه ميديكيشن قديش بتحسن، احنا شو بنقيس عند المريض بهاي الحالة؟ بنقيس الفيرال لود، صح؟ للمرضى الاتش اي في بنقيس الفيرال لود. طيب الفيرال لود هو اذا اجينا اعطينا علاج نزل الفيرال لود معناته تحسن مريض الاتش اي في، صار كنترول على الاتش اي في، كنترول على الاتش اي في هي برايمري اوتكم، لكن احنا ما بنقدر نقيسه دايركتلي، بنقيسه عن طريق انترميديت اوتكم او سرجت اوتكم. هو حامل سرجت، تعرف شو يعني سرجت؟ يعني حامل، تذكروا بتعرفوا مصطلح سرجت بريجننسي؟ الأم البديل، الحمل البديل، هي حاضنة لمين؟
اللي فيرتلايز لحدا تاني، فهي زي كأنه حاملة لابنهم، أوكي؟ في نفس الشيء الفيرال يعني لود هو سيروجيت أوتكم لإيش؟ للإتش آي في كنترول. اتحسن نزل معناته الإتش آي في مور كنترول، رفع ارتفع الإتش آي في إز نوت كنترول. نفس الشيء لما الهايبر تنشن نقيس السايستوليك والدايستوليك، عالي الهيموجلوبين نحكي عنه مليمتر ميركوري، مليمتر ميركوري صح؟ عالي معناته هايبرتنشن ان كنترول، قليل وصل الجول التارجت معناته الهايبرتنشن كنترول. فهذول بنحكي عنهم سوليد اوتكم او انترميديت اوتكم او سكندري اوتكم، اوكي؟ فشو احنا بنختار الاوتكم؟ شو الاوتكم اللي احنا بنختاره؟ زي ما حكينا قبل ميجرمنت بدنا نختاره فاليد بريسايز، يكون عنده سنسيتيف سبيسيفيك، يعني البون مينرال دنسيتي قياس للفراكتشرز يعتبر ويك اوتكم، اوكي؟ بون مينرال ممكن تتحسن وقياساتها تتحسن، لكن ممكن يكون هي عباره ما لها علاقه بالفراكتشر، لانه ممكن يكون البون مينرال عالي في بعض الديزيزز، البون مينرال دنسيتي اعلى من المطلوب، لكن ستيل تعتبر ديسفورميتي، صح ولا لا؟ فالبون مينرال دنسيتي از نوت ا فاليد اور سنسيتيف measurement للفراكتشر، بينما سيرم كرياتينين is a valid measurement للكدني فانكشن، صح ولا لا؟ بينما كمان الأشياء الثانية مثلا السي كي الكرياتين كاينيز، هل هو أحسن ولا التروبينين اي أحسن للام اي؟ التروبينين. ليش؟ مور سبيسيفيك. السي كي ممكن اكسرسايز عالي يزيد السي كي، از نوت سبيسيفيك، اوكي؟ حتى السي كي ام بي اللي هو السي كي اوف ماي كارديال باند، اوكي؟ ممكن يكون حتى ممكن يكون مور سبيسيفيك لكن اقل شويه. طب ليش احيانا نستخدمه؟ اسرع، ببين اسرع، تروبينين اي بده وقت ليظهر، السي كي بيرتفع اسرع فببين بعطينا ايرلي انديكيشن ممكن. فاحنا لازم ننتبه بايش الميجرمنت اللي بنستخدمها، اوكي؟ شو طبيعته حتى انه ندخله في الكلينيكال ترايل. فاحنا دائما بنحب نستخدم الميجرمنت الاوتكمز نستخدمها، ما نضيع الكلينيكال ترايل على اوتكم مش منيح، اوكي؟ فبهاي الحاله لازم احنا نحتاج يعني ننتبه للبرايمري اوتكم اللي احنا بنقصه، اوكي؟ ففي عندنا هون كلينيكال اوتكمز، انترميديت اوتكمز، سرجيت اوتكمز، هاي كلها شرحت لكم اياها، اوكي؟ وهنا مثال على البون مينرال دنسيتي، وهنا مثال على الفايرال لود الى اخره، كيف بعمليه الاوتكمز. احيانا زي ما حكيت لكم زي ما احنا بكون عندنا في الكلينيكال ترايلز عاد بنحب يكون عندنا مالتيبل هايبوثيسز، صح ولا لا؟ بالتالي شو راح يكون عندنا؟ سيفيرال اوتكمز. لكن احنا بالعاده لازم نحدد برايمري اوتكم اوت اوف ذي سيفيرال اوتكمز زي ما حكينا. ليش؟ لبيربس اوف بلانينج ذا سامبل سايز اند ديوريشن اوف ستدي الى اخره الى اخره، اوكي؟ زي ما دائما هاي الجمله صارت تتكرر عندنا، ممكن يكون عندنا مالتيبل ريسيرش كويستشن، مالتيبل هايبوثيسز، multiple primary outcomes. However, we should choose a single primary outcome. حتى قبل يوم الأسبوع الماضي كان في طالبة ماستر عندها زي بيعملوا proposal presentation حتى الناس يشوفوا فكرة اللي هم راح يشتغلوا فيها. فكان تعليق إنك أنت عندك أكثر من outcome. وين sample size؟ حكت لي ما حسبته لأني عندي كتير outcomes. فكان تعليق إنه لازم تحددي one outcome بناء على تحسب sample size. او اذا انت مش قادره تحددي انه الاوتكم من فيهم الرئيسي تحسب السامبل سايز لكل الاوتكمز، واكبر سامبل سايز هي اللي بتاخديها لانها اوريدي انت يو جارانتيد الاذر اوتكمز كود بي فولفيلد هاف انف باور تو بي انسرد لانك انت اخذتي الاكبر سامبل سايز، اوكي؟ فهاي هي مثلا كيف احنا كومبوزيت اوتكم. كومبوزيت اوتكم حكينا لكم عنها الكومبوزيت اوتكم، اوكي؟ احيانا لما يكون عندنا مثلا زي الميتابوليك سيندروم هو عباره عن كومبوزيت اوتكم، صح ولا لا؟ زي الماكرو والمايكرو فاسكولار كومبليكيشنز اللي بتصير بحاله البيشنت اللي عندهم دايبيتس، هذا عباره عن كومبوزيت اوتكم. احيانا زي في عندنا شيء اسمه تشارلسون موربيديتي اندكس، اشياء زي هيك، اكثر من 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 فاكتورز مع بعض بيجي بالنهايه بحساب وان اوتكم عباره عن كومبوزيت اوتكم. ممكن الاوتكم في الكلينيكال ترايل ايش يكون؟
كونديزل افضل. الادفيرس افكت هون خلينا اركز عليكم. الادفيرس افكت ادرسوها من الكتاب، موجوده بالسلايدز، اطلعوا عليها بالسلايدز اوكي، يعني ركزوا على المعلومات اللي موجوده بالسلايدز. الادفيرس افكت احنا زلنا احنا بهمنا في الدراسات زي ما حكينا لكم، احنا بنقيس الافيكاسي والسيفتي، زي ما بهمنا نقيس الافكتيفنس للميديكيشن بهمنا كمان نقيس السيفتي للميديكيشن، الادفيرس افكت اللي بتصير. خليني افتح السلايدز عشان اقرا لكم اياها من السلايدز لانه ملخصه بطريقه حلوه. لما احنا نعمل دراسه في عندنا، طب احنا دائما بهمنا سيريس ادفيرس ايفنت بالعاده دائما اكثر شيء الفوكس عليها احيانا، لكن نيو ميديكيشن بدنا نعرف كل الادفيرس ايفنت اللي بتصير حتى لو انها رير او مش سيريس. طيب احيانا نحكي شيء اسمه انتسيبيتد. شو يعني انتسيبيتد؟ متوقع اوكي، انتسيبيتد متوقع، شيء متوقع. فبهاي الحالة لما بنسأل البيشنت نستخدم specific question، هل صار معك نوزيا، هل صار معك مثلا hair loss، مثلا chemotherapy، هل صار، نستخدم specific questions. ليش؟ لأنه they are anticipated side or adverse. طيب الـ unanticipated نستخدم بهاي نسألهم open-ended، يعني شو نخليها ايش؟ يعني مفتوحة لأي، شو الأعراض اللي صارت عندك إلى آخره إلى آخره هيك، حتى نعرف كل الأعراض اللي صارت عند المريض. بس أحياناً هاي صعبة. ليش؟ لأني بدي سامبل سايز كبيرة حتى أقدر أطلع الرير واللي أنا يعني مش أنتسيبيتد. شغلة تانية، لما بدي لما كل البيشنت يعود يعملوا ريبورتينج لسو ماني أدفيرس إفكت، بدي أصير أعملها سورتينج، وبدي أصير أعمل لها أحاول فعلاً أتأكد من وجودها، وممكن أضطر لإكسترا ميجرمنت إلى آخره، فممكن تكون صعبة. وخاصة إمتى؟ لما تكون رير. لما تكون رير أنا سامبل سايز بدي إياها very large sample size حتى to be able to capture this rare effect. أوكي، ليش إحنا بهاي الحالة بنلجأ لنحكي لهم pharmacovigilance studies؟ اللي هي لما ينزل الدواء على الماركت يبلش يصير عندنا عملية reporting في الأدفيرس إيفنت، حتى الرير اللي ما ظهرت في الدراسات تظهر معنا، أوكي؟ يصير عندنا reporting فيها. إذا كان common بهاي الحالة إحنا بنطلع على multiple differences between groups. قد ايش ايش الديفرنسز اللي صارت بين الجروب، لانها كومن فما عندنا مشاكل فيها. اوكي، فهذه الادفيرس ايفنت طبعا كيف تلخيصها موجود هنا، لكن خلينا نرجع للكتاب اشوف شو اللي محكي. ادفيرس فمثل ما حكيت اذا كانت ان كلير او ان انتسيبيتد، اسك برود اوبن اندد كويستشن about all types of adverse effect, but however it could be very expensive and time consuming. Okay? عشان هيك دائما في دراسات احيانا بتلاقي انه نزل medication على الماركت، فجأة بعد فترة انسحب من الماركت. ليش؟ انه ما قدروا to capture all adverse effect اللي بيعملوا medication. احيانا ليش بتوقعوا انه anticipated؟ يعني النيو بيتا بلوكر طلع، شو بده يختلف عن البيتا بلوكرز اللي موجوده؟ ففي عندهم انتسيبيتد سايد افكتس موجوده. اني نيو هاي ساعتها بتكون يعني سبيسيفيك لهذا الكومباوند. احيانا عندنا سيلكتيف كوكس 2 انهبيتر موجود منهم بالماركت، السيليكوكس الى اخره وهي الاشياء، لكن في سيلكتيف كوكس 2 انهبيتر انسحبوا من الماركت. ليش؟ لأنهم عملوا اي في بلوك وعملوا كارديت اريست اوكي، وماتوا بيشنز، وزي دواء اسمه فايوكس اوكي، ريفي كوكسي بالضبط.
انسحب من الماركت. ليش؟ لانه عمل كارديك اريست. طب ليش التانيين ما انسحبوا؟ ما طلع لهم. فهذا طلع شيء سبيسيفيك له، كان unanticipated، اوكي، not anticipated side effect له، اوكي، او كان موجود بس كان رير، ما كان بالبدايه على بلاك بوكس وورنينج. بلاك بوكس وورنينج مع الزمان تحول ل withdrawal of medication from the market بسبب السايد افكت اللي صار، وصار عندنا multiple case reporting. كان في دواء لتنزيل الوزن، تذكر اسمه، دواء لتنزيل الوزن كان معروف بيشتغل سي ان اس، ارتبط بتو سايد افكت ديبريشن، وارتبط كمان بكارديك اريست، وانسحب من الماركت. هدول ما كان موجود، وكان الناس يستخدمون بكثره، وكان ذا موست افكتيف ميديكيشن في تنزيل الـ يعني في الديكريزنج الابيتايت، بيخلي الابيتايت زيرو عند الانديفيدوال اللي يستخدمه. فهاي الاشياء الرير سايد افكت اللي كانت ذي كانت ميجر بالكلينيكال ترايل، عشان هيك عندنا الفيز 4 كلينيكال ترايل اللي بنحكي لها بوست ماركتنج ستادز. اوكي، الريفي بوكسر بعمل صديق على شركة ميرك هي اللي كانت طلعوا الباحثين مخفيين نتائج الجلطات اللي كانت تصيب المرضى اللي أخذوا بستيج وعوضوا أهليهم 4 مليار بالمليارات، عوضوا أهليهم اللي توفوا أهليهم، عوضوهم يعني كيسز بلاوي صارت عليهم وتعوضوا بالمليارات. بس أحياناً شركة كيف أحياناً بالماركت نرجع، بكونوا عارفين انه ميديكيشن ممكن زي فايزر او اشي زي هيك، مره نزلت ميديكيشن اوف ليبل يوز، وهو مش لازم يعني لساته، وصاروا يسوقوا له على الاوف ليبل يوز، ولساته مش اف دي اي ابروف. ف اف دي اي عملت عليهم فاينز، غرامات، على انه كيف بتنزلوا ميديكيشن على الماركت ولساته مش ابروفد على اوف ليبل يوز. اوكي، ف ما همهم الغرامات، لانه طلعوا بروفيت اضعاف اضعاف الغرامات اللي اجت عليهم، وباي تايم ضبطوا الانديكيشن لانه يضبط اللي هو طلعوه على الماركت. فاحيانا بصير هيك قصص، احيانا بكونوا عارفين انه عامل هذا السايد افكت ومش سيريس سايد افكت، هو بخبوا لما يجوا اهل يصير يعملوا بصير لوسوتس واشياء زي هيك. البروفيت اللي طلعوه على مدار السنوات اعلى بكثير من الاشياء اللي دفعوها للناس وتعويضات ولا آخر. فأحيانا الماركتينج إلى تو سايز سايد إلى أوكي. طيب هلا بدنا نحكي عن السيلكتينج بارتيسيبانت. أكيد بدنا ديفاين إنتري كراتيريا، إنكلوجن كراتيريا، إكسكلوجن كراتيريا، سامبل سايد إلى آخره. اوكي، الناس اللي عندهم هاي ريسك، هاي ريسك معناته عندهم النمبر اوف بروجنستيك فاكتور عالي كثير. فلما يكون النمبر اوف بروجنستيك فاكتور عالي كثير معناته ممكن هذا يقلل لي السامبل سايز ريكوايرد، لانه اوريدي عندهم بروجنستيك فاكتور عاليه، فبالتالي مش محتاجه فيري لارج سامبل حتى اطلع بروجنستيك فاكتورز صغيره. فهون بهذه الحاله ممكن يقللوا لي النمبر اوف بارتيسيبنت نيدد فور ذا ترايل. اوكي، طبعا هاي كله حكيناها. الاستراتيفيكيشن، الاستراتيفيكيشن خلص مصطلح، دائما في عندنا كاركترستكس نعملهم استراتيفايد بناء على الكاركترستكس، اكسكلوجن كريتيريا الى اخره. هون في تابل عندنا بحكي لنا واي انه احيانا بنضطر نعمل اكسكلوجن للبيبل فروم كلينيكال ترايل. ممكن الاستراتيفيكيشن تكون بي هارمفول، يعني ناس هذول هارمفول، يعني انا لما بدي اعمل دراسة على patients بدهم ياخذوا oral contraceptive، هنا estrogen receptor modulator، selective estrogen receptor modulator. بنعرف انه الناس اللي عندهم thromboembolic event او risk of stroke او history of stroke، هدول الناس ايش مالهم؟ contraindicated ياخذوا هذا medication. فهنا هذا هاي الاستدي بالنسبة لهم harmful، فهي الحالة لازم اعملهم exclusion. اوكي، ممكن او ممكن الناس كيف يعني ممكن انا بدي احصل ما بدي اخليها هارمفول، يعني ممكن يكون الهارمفول اذا بدي اعطيهم او اذا اي وانت ويل درو الميديكيشن من ذير ريجيمن. يعني الناس اللي عندهم بريست كانسر وعندهم الهيرب تو بوزيتيف، هذول الانديكيشن انهم ياخذوا هير تو ريسبتور انتاغونست اللي هو زي الدوكسفين وهي الاشياء،
اوكي، فبهالحاله اني انا احرمهم من العلاج وادخلهم على كنترول ما في هذا الميديكيشن، هاي الحاله انا اي برينج هارم تو ذم، هاي الحاله شو بدي اكسكلودين. يعني امتى بعمل اكسكلودين؟ لناس اذا اعطيتهم الميديكيشن بسبب لهم هارم، واذا ناس ما اعطيتهم الميديكيشن بصير لهم هارم. اوكي، فبهاي الحاله انا بعمل لهم اكسكلوجن. ممكن ممكن الميديكيشن منهم ايش ممكن يكون unlikely to be effective at low risk of the outcome، ما عندهم الاوتكم عالي كثير، فلما اعطيهم الميديكيشن ما راح يستفيدوا ويتعرضوا الريسك اللي راح يتعرضوه من الميديكيشن احسن من البنفيت، فريسك فيرسس بنفيت از هاي، سو نو نيد تو جيف ذم ذا ميديكيشن. ممكن ما ممكن تين ايج دومن دائما عادة بيحتاجوا الريسبتور استروجين ريسبتور موديوليتر، فيميل بوس منوبوز الى اخره، لما تكون فيميل تين ايجر مش راح يكون لها له فائده، ما مش هي التارجت جروب لهذا الثيرابي، فما في داعي اعطيها ميديكيشن. مثلا عندهم ريزيستنت تايب، يعني هاز ا تايب اوف ديزيز ذات از نوت لايكلي تو ريسبوند تو تريتمنت، للناس اللي عندهم valvular heart disease which is not likely to respond to the hypothesized anti atherogenic effect of raloxifene. okay، ما يعني هو by default ابدا ما راح يستجيبوا على العلاج، ليش اعطيهم هذا الميديكيشن؟ taking a treatment is likely to interfere with intervention taking estrogen therapy which competes with raloxifene. يعني باخذ الاستروجين واستروجين موديوليتر فبعكسوا بعض، فما في داعي يعني هاتهم. okay، unlikely to adhere to the intervention. Poor adherence during run-in period. أحياناً بيعملوا زي شوية run-in period أسبوع أسبوعين قبل ما الـ actual study، بصير يجيبوهم يعملوا تيست، بصير يجيبوهم زي كأنها بيشوفوا كيف الـ subjects عم behave قبل ما فعلياً يدخلوا بالـ study. فما إجا على موعد baseline characteristics ياخدوها، ما إجا موعد على سحب الأولى للدم، ما إجا، فهذا poor adherence. بهاي الحالة إيش بدي أعمله؟ exclusion، لأنه راح يغلبنا على الفاضي. unlikely to complete the follow-up can blast to move before the end of a trial won't be available for final outcome measure short life expectancy. عشان هيك دائما البيشنت اللي hospitalized terminally ill إلى آخره ما بندخلهم للستدي، اللهم إذا كانت للستدي عنهم بالذات هم التارجت بابيوليشن. يعني أحيانا بدرسوا ناس بالآي سي يو على الفنتيليتر إنهم هدول هم الناس اللي إحنا بيهمونا. أوكي، إذا ما كانوا هم من الأوبجيكتيف تاعت الستدي ومش هم التارجت بابيليشن تيرمينالي ال وهيك، هذول ما او الناس في هوسبيس كير اللي هم بيكونوا بمراحل الكيموثيرابي الاخيره اللي بس عم باخذوا علاجات الم فقط، ويعني ما في امل لنجاتهم، فخلص يعني احيانا ما باخذهم في الدراسه لانه ما راح يفيدوني. بس اول شيء بتاخذ تجربه الاغلب معظم احيانا بمشي على ران ان بيريود بسيطه حسب الكلينيكال ترايل، في الكلينيكال ترايل ما بيعملوها، في كلينيكال ترايل بيعملوها، او هي عمليه البيس لاين ميجرمنت بيكون دي ار واتشينج البيشنت اللي اجى على يعني شافوا المريض، هل انت بترغب في الدراسه كذا كذا، طيب بعد يومين تعال عندك موعد الساعه الفلانيه الساعه 10 صباحا تعال صايم عشان ناخذ سحبه الدم الاولى اللي بدنا نحدد فيها البيس لاين كاركترستكس. بيجي اجى على ما جاش على سحبه الدم الاولى، رنوا عليه مش فاضي، ما ردش على التليفون، معناته هذا بيشنت ما راح يكمل معنا الاستدي اذا من بدايتها ما كمل. فلو بدي قعد معنا شهرين وثلاثه واربعه سنه في الدراسه ما راح يغلبنا، فبنطلع من اول. دكتور لازم كل الاكسكلوجن كرايتيريا اللي انا يعني اكسكلود يعني كل الناس اللي بعقلي، في ناس خلص يعني فاينلي اي ويل اكسكلود ذم، لازم اوضح لازم اوضح. هذا ممكن ياخذ وقت صح؟ ايش؟ بنشوف واحد واحد يعمل اكسكلوجن. طبعا احنا هاي بنحكي لها عمليه الريكروت، بنشوف كل بيشنت بنشوف هل هو ميت انكلوجن كرايتيريا، في عنده اكسكلوجن كرايتيريا بنطلعه. يعني الاكسكلوجن الناس اللي ميت انكلوجن كرايتيريا however they have this kind of thing وخلص بنطلعهم. يعني فيميل بيشنت عمرها مثلا انا دراسه على فوق ال 40 سنه، اوكي، فيميل يعني هي كانديديت انها تدخل معي، لكن عندها thromboembolic events، سموكر، heavy smoker، بهاي الحالة أنا ما بأخذها لدراسة اللي بتعمل على الاستروجين موديوليتر لأنه هي contraindication لها، ما بدي إياها. فدائما لازم نفكر بالpossibilities الناس اللي عندهم هاي possibilities اللي حكينا عنها، ممكن harmful
او withdrawal medication. ناس على بدهم ياخذوا كيم، عندهم كانسر ولازم ياخذوا كيموثيرابي. في ناس بعطيهم كيموثيرابي، ناس ما اعطيهم كيموثيرابي. هل انا ethical ان الناس withdrawal؟ لا، بهاي الحاله ما بروح اخذهم في الاستدي. الناس اللي هم بحاجه للعلاج اللي هو موجود بالانترفنشن، لانه انا بالنهايه الناس راندومايز على انترفنشن وعلى كنترول. بلكي اللي هو بحاجه راح على الكنترول وما اخذ العلاج، بهاي الحاله not ethical. اوكي. مرة قبل فترة حضرت فيلم إنه بصاب الكانسر، وكان عندهم يجربوا إكسبريمنتال ميديكيشن. يعني أحياناً بالكانسر حتى لو إنه ما أخذ الأفضل أبروفل يجربوا إكسبريمنتال ميديكيشن. حكوا له الستاديز أثبتت إنه بفيد هذا، يعني لحد الآن نتائج مبشرة، لكن إحنا ممكن نوزعه تأخذ كنترول وتأخذ كيموثيرابي. فوضحوا له يعني أنت 50-50 انك انت ممكن تاخذ العلاج، ممكن انك تكون انت بالكنترول. انا بالنسبه لي حسيتها يعني شويه يعني مش إذكر، بس لا هم هو وقع يعني وافق انه ممكن يكون هو كنترول وممكن يكون كيمو. استجاب مع الوقت، كيف صار يستجيب، كيف هذا، كيف الناس بتصير يعني انه البلايندينج احيانا ما بزبط، انه بلش يستفيد وبلش شكلي انا من جماعه الناس اللي صح لهم الكيمو. يعني هو مرته يحكوا انه انا استفدت، عم برجع يعني يتحرك، قادر يمشي، ما فيش الألم، كان عنده كأنه ساركوما أو شيء زي كذا، فصار يقدر يمشي شوية شوية كذا، ما في دوتريش. صار يحكي كنا أنا من الناس اللي صح لهم الكيمو. أوكي. فكيف أحيانا الناس يعني، بس ذكرتها لما حكينا عن الراندومايزيشن إنه كيف وزنوا ميديكيشن للناس بالأخير. طلع بلايند ولا طلع فعليا كيمو؟ بعد فترة، مو لما بتخلص الراندومايز كلينيكال ترايل لازم تحكي للبيشنت بالنتائج. يعني they are يعني entitled to be يعني informed about the result، لهم حق حتى يمكن توصلهم نسخة من النتائج تاعتهم. اوكي. فبعد ما خلصت الترايل وكل شيء طلعهم الناس اللي فعليا اخذوا الميديكيشن. فايش حكوا له؟ يعني هي survival دون ميديكيشن قليل. يعني هي كيف كانت يعني كيف ethical انه ما في علاج له نهائيا، يا اما بتضلك على وضعك الحالي ما لك اي علاج وخلاص، يا اما 50% انك انت اخذت كيمو وميكا. فوافق يعني ومشى الحال. فبدنا نعمل ميجرمنت للبيس لاين كاركترستيك، نعمل ديسكريبشن للبارتيسيبانتس، وبدنا نعملهم سب جروبنج، بناء عليه ممكن بعد ما نعملهم سب جروبز نشوف شو عندنا بروجنستيك فاكتورز، بناء عليه نعملهم ايش randomization stratified randomization بناء على السب جروبنج اللي احنا بنعمله. اوكي. حكينا ببارسيمونيوس، يعني كريم، يعني قيس كل شيء بتقدر تقيسه مع البيس لاين، قيس كل شيء بتقدر تقيسه. وممكن زي ما حكينا بانك سبيسيمنز، اذا انت قدرت تاخذ سبيسيمنز تاخذ اشياء ستوك ماتيريال اخذها. راندومايزنج والبلايندنج هذول شرحتهم ان ديتيلز في المحاضره، والبلوك راندومايزيشن والستراتيفايد الى اخره، والبلايندنج حكينا عنها واهميه البلايندنج انه ما يضطر من ابجكتيشن اوف اوت. يعني احنا زي ما حكيت احنا كنا عارفين مين انترفينشن مين كنترول، از انفستيجيتر ممكن نعمل بايس اسسمنت، صح؟ واز سبجكت كمان وي دو مايت بيهيف ديفرنتلي اذا كان عندنا انترفينشن، كنا عارفين مين احنا وش اساينمنت. فهدف البلايندينج يحافظ على البالانس جروبس والميجرمنت خلال عمليه الفولو اب. اوكي. راندومايزيشن هدفه يحافظ على البالانس جروب at the beginning of the study. اوكي. واللي هي موجوده عندنا بهذا الجدول. Post randomization balancing the confounding variables. الconfounding variables لما تصير خلال الستدي بنحكي عنها point values. اوكي. خلينا هلا نتغلب على هذا. هيك انا بدأت اضمن انه كل شيء داخل معكم امتحان. Factorial design حكينا عنه. Cluster randomization. الإكويفالنس والنان إنفيريوريتي حكينا عنه. أوكي. الإكويفالنس والنان إنفيريوريتي بس أشرحكوا هذا الفكر وخلاص. أوكي. بعدها رح يكون عندكم على موضوع الكروس أوفر ديزاين اللي شرحناها، وهون بتكون مادة للامتحان. أوكي. وهنا عادة
تضيفوا على الاي ليرنينج راح تعرفوا في اشياء حابين او حابين هاي الكوفلنس والنان انفيريوريتي. احنا عاده الدراسات اللي بنحكي عنها مثلا لما نقارن كنترول انترفينشن باكتيف جولد ستاندرد او بنقارنها بالبلاسيبو بنحكي لها كومباريتيف ستاديز، لكن احيانا بدنا نطلع ننزل دواء جديد على الماركت لازم نثبت انه اتليست از افكتيف از الدواء اللي موجود. فايش بنحكي اتليست از افكتيف نان انفيريوريتي، او اذا كان احسن شو بنحكي عنه سوبيريور. اوكي فاحيانا نعطي مارجن لما اللي هنا عاده بتحكي لك بلس تو كونفيدنس. انا بديش اعطيكم يعني التفاصيل الاحصائيه، لكن اذا هلا اذا اجى هون دي ار ذا سيم. اوكي هاي المارجن بتحكي انه هم ذا سيم بنقارن الجديد والقديم، وهنا بتحكي لنا انه الجديد احسن من القديم، فهنا ايش مالك سوبيريور. وهنا النيو دراج وورس يعني القديم احسن من الجديد. احنا اذا ايش هدفنا دائما يكون اتليست از افكتيف. بدنا هذا الخط اللي هو دائما جاي بهذا الاتجاه. اوكي كل الافكت هون طبعا كيف جاي، كل الخط جاي بالسوبيريور معناته ممتاز النيو دراج سوبيريور. هنا طلع جزء منه سوبيريور داخل شوية على التسام، بدل هو at least as effective as the old drug. أوكي لأنه إجا يعني جاي جزء منه على non inferiority على التسام، وجزء جاي منه على السوبيريور هو at least as effective، هو بالتالي non inferior. هون same as effectiveness يعني non inferior صح؟ هون إجا عن إجا طرف بالسام، لكن إجا الطرف بالورس إنه أقل، فهنا بنحكي عنه inferior. ليش؟ لأنه طرف من الخط طب بمنطقة الانفيريور، هنا totally inferior. فأنا ممكن لما أجيب لكم صورة أحكي لكم دون أكتب لكم inferior وإنه inferior عليها، أحكي لكم البوينت A مثلا كانت هنا A تمثل إنه medication same effectiveness as the old. This is superior. This is non-inferior. إلى آخره. فلازم تعرفوا كيف تعمل interpretation. طب هاي بتكون جزء طالع منها شو بعتبرها؟ جزء طالع خلاص non-inferior. إنه مش at least. أنا هذي صديق بعتبرها superior. أني هاي superior. هاي بعتبرها non-inferior. مش superior. لأنه كان at least يعني جزء من هذا أحس معناته أقل إشي ممكن إنه يكون non-inferior. هنا أقل إشي ممكن. إنه ورس inferior حتى لو إنه هاي الجزء هنا inferior، لكن أقل إيش ممكن كان إيش inferior. فممكن أجيب لكم زي هيك فكرة وأحكي لكم من point كذا تمثل inferior superior non inferior drug A is better than drug B drug B is worse than إلى آخره. يعني أجيب لكم سيناريو إيش شو أسوي. لهيك أنا ما باقي الفقرة اللي بتحكي عملت لكم فيها هايلايت لأنه حكي كثير له علاقة بالستاتستكس وكيف بنكتب. خلينا هيك بنكون خلصنا مادة السبب الأحمر المشتخر صارت واضحة بالنسبة لنا. أنواع الكروس أوفر داخل حكيته شرحته ورسمت لكم ديزاين هون وعملت كروس اوفر وشرحت لكم اياه كامل كروس اوفر ديزاين شرحت لكم بالضبط. في محاضرة